رشوة قطر. لهذا السبب منح الرئيس الأمريكي شقيق تميم وسام الخدمة المتميزة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن منح الرئيس دونالد ترامب منح الشيخ مشعل بن حمد الثاني سفير قطر لدى أمريكا وسام وزارة الدفاع للخدمة العامة المتميزة. وقالت وزارة الخارجية القطرية إن هذا الوسام يعد من أرفع الأوسمة التي تمنحها الولايات المتحدة لمسؤولين أمريكيين ومسؤولين في حكومات الدول الصديقة. المفاجئ في الأمر أن تسريبات كشفت عن أن تميم قدم رشاوى للرئيس الأمريكي من أجل الحصول على هذا التكريم من أجل تبييض صورته أمام المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد أكد المعارض القطري خالد الهيل أن النظام القطري بقيادة تميم بن حمد عرض 35 مليار دولار استثمارات على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية، محاولا رشوة دونالد ترامب من أجل دعم النظام وعدم انهياره. وأوضح المعارض القطري خالد الهيل في تصريحات صحفية أن النظام القطري يحاول تبييض صورته والظهور على أنه الحليف الأول للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن قطر لديها علاقات مع إيران وإسرائيل وهي تسير من منطلق صديق الكل عدو الكل. وفي وقت سابق أعلنت لولوى الخاطر المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية أن حجم الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوز 180 مليار دولار. وأضافت لولوى الخاطر في تصريحات لتلفزيون قطر أن هناك أكثر من 650 شركة أمريكية تعمل في السوق القطرية، منوهة بأن مجموعة ما تصدره قطر بالشراكة مع شركات قطاع الطاقة الأمريكية يصدر ب 20% من الإنتاج العالمي للطاقة. وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية أن بلادها تستثمر 24% من إجمالي استثماراتها الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تستثمر الأخيرة في قطر نحو 26 مليار و800 مليون دولار. وأعلن جهاز قطر للاستثمار استحواذ صندوق الثروة السيادي القطري وصندوق الاستثمار العقاري دوغلاس إيميت على مشروع عقاري بقيمة 365 مليون دولار في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.